وجه الثاني أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. والمشهور عن الشافعي في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. والمعنى هاهنا أن الإنسان ربما وجد اللقطة فإنه يتصدق بها عن صاحبها، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ عند الشافعي رحمه الله تعالى أنها تحفظ ولا يتصرف فيها ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها، وللقطة أحكامها كما هو معلوم.